لها شأنية تربوية الآن، حيث أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت خلال زيارتها التفقدية إلى قطاع التربية بولاية غردايا على ضرورة أن يتم تزويد كل الهياكل التربوية بمخابر رقمية قبل الدخول المدرسي المقبل، مضيفة أن الإشكالية تم حلها على مستوى الوزارة. كما قررت وزيرة التربية أيضا أن يتم تدشين كل الهياكل التربوية الجديدة مع الدخول المدرسي، وفي حال عدم التمكن من ذلك تأجيل عملية تدشينها وفتحها إلى غاية الدخول المدرسي السنة المقبلة. عاصم بخاري، رصد ذلك. Tous les établissements qui ont eu un retard en la matière vont se voir équipés par le biais du CAMENT. كما قلت على كل C'était pas normal que durant une dizaine d'années, on puisse avoir ce type de problème. Mais heureusement, aujourd'hui, avec le CAMEM qui a résolu tous les problèmes qu'il rencontrait, on va pouvoir équiper nos laboratoires.